الباطنية وتمزيق العالم الإسلامي. من الفرق الدينية التي منها الإسلام بريء فرقة الباطنية، والباطنية أو الإسماعيلية إحدى فرق الشيعة، وهم ينتسبون إلى إسماعيل بن جعفر الصادق، وهو الإمام السابع عندهم، ولذلك أطلق عليهم أيضا اسم السبعية. والمعروف أن المذهب الشيعي تفرع منه العديد من الفرق الدينية التي خرج بعضها عن تعاليم الإسلام نفسه، ولذلك يعتبر الإسلام منها بريء. أما هذه الفرقة فقد اتبع أصحابها بعض المبادئ والآراء التي تحقق أهدافهم ومصالحهم الخاصة، حتى ولو كان ذلك على حساب الدين الإسلامي نفسه. وأهم ما يقوم عليه المذهب الإسماعيلي هو إيمانهم بأن للعقيدة ظاهرا وباطنا، وللتنزيل معاني ظاهرة يعرفها الناس وأخرى باطنة يعرفها الإمام، ولذلك سموا بالباطنية. وقد اتخذ هؤلاء الباطنية التفسير وسيلة لنشر مبادئهم، ولجأوا إلى التأويل كذلك، فهم يؤكدون على ضرورة وجود الإمام، ويقولون من مات ولم يكن في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وقد اتخذ الباطنية الاغتيال وسيلة لهم في التخلص من أعدائه، وكان يقوم بعملية الاغتيال فئة الفدوية أصحاب الخناجر المسمومة، وأصبح الاغتيال بالخنجر عند الباطنية فنا قائما بذاته. وداعي دعاة الباطنية هو شيخ الجبل، أنشأ حديقة غناء بها كل ما لذ وطاب، وحاول أن ينشأ بها بعض ما وصفت به الجنة من نخيل وأعناب وفاكهة وغير ذلك. وبعد أن يتسامر داعي الدعاة مع الفتية الفدوية المناطة بهم أمر اغتيال شخص معين، يسقونهم مشروب الحشيش إلى أن يتم تغديرهم، ثم ينقلونهم إلى تلك الحديقة، وهناك يفيقون فيجدون أنفسهم بين حدائق وفاكهة وبنات حور العيون. وبعد أن يقضوا بعض الوقت ينعمون فيه بما بها من نعيم، يتم تخديرهم مرة أخرى، ثم ينقلون إلى حضرة داعي الدعاء الذي يسألهم أين كانوا، فيجيبون أنهم كانوا بالجنة، ويقصون عليه ما شاهدوه من نعيمها. وهنا يقول لهم: إذا أردتم أن تنعموا بتلك الجنة مرة أخرى عليكم بقتل فلان، ويحدد لهم الشخص المراد قتله. فلا يتردد هؤلاء الفتية في تنفيذ ذلك طمعا في العودة إلى الجنة التي أحسوا بنعيمها. ومن الملاحظ أنه نسبة إلى مادة الحشيش التي يتم تغديرهم بها، لذلك أطلق عليهم اسم الحشاشين أو الحشيشية. وجدت الدعوة الباطنية أو الإسماعيلية طريقها إلى فارس والعراق في بداية الأمر كامتداد للدعوة الفاطمية على يد داعي دعاة الفاطميين المؤيد في الدين الشيرازي
الذي قام بدور هام في نشر الدعوة للخليفة المستنصر بالله الفاطمي في بلاد العراق، واعتمد في ذلك على تأييد السلطان أبو كليجار البوهي الشيعي الذي كان ميالا للفاطميين. وعندما ناصبهم الوزير نظام الملك العداء لم يترددوا في التخلص منه عن طريق القتل، وكان لقتل نظام الملك عواقب وخيمة على الدولة الإسلامية، خاصة وأن نظام الملك كانت له جهودا كبيرة في تنظيم الدولة وترتيب أمورها. ولما قتل نظام الملك تشوشت أمور السلطان ملك شاه واختلت الأحوال، فطاح العدل وانطفأت أنوار العلم. وكان أول دعاة الباطنية بفارس والعراق أحمد ابن عبد الملك ابن عطاش، الذي قدمه الباطنية عليهم وألبسوه تاجا وجمعوا له الأموال. ثم حل محله الحسن ابن صباح الذي اتخذ قلعة الموت قرب قزوين معقلا للباطنية، ونظم الدعوة الباطنية إلى عدة مراتب وفق تنظيم دقيق. وكان أهم مرتبة في هذا التنظيم هي مرتبة الفدوية أو الفدائيين، وهم الذين يضحون بأنفسهم فداء رئيسهم وطمعا في الخلود بالجنة، وأصبحوا الأداة التي استخدمها دعاة الباطنية في التخلص من أعدائهم. امتد نشاط الباطنية إلى بلاد الشام منذ أيام الملك رضوان ابن طتش صاحب حلب، وازدادت بلاد الشام فوضى واضطراب، وأضيف إليها عاملا جديدا من عوامل الصراع والتنافس داخل تلك البلاد، وأخذ رجال الباطنية يوجهون نشاطهم ضد المسلمين والصليبيين سواء، وقاموا باغتيال عدد كبير من قادة المسلمين. وكانت النتيجة الطبيعية هو كثرة عدد الضحايا الذين اختالوهم الباطنية ببلاد الشام. قتل 3 من الباطنية جناح الدولة ابن الحسين صاحب حمص، قتلوه بجامع حلب أثناء تأدية الصلاة، وكان الصليبيين أكثر الناس فرحا بتلك الاختيالات. ويبدو أن الباطنية أرادوا أن يتخذوا لأنفسهم مقرا آخر ببلاد الشام غير حلب، بعد أن أحسوا بثقلهم على رضوان ونفور أهل حلب منهم، لذلك فكروا في اتخاذ قلعة شيزر مقرا لهم. وكان أن انتهزوا فرصة خروج صاحبها فقاموا بمهاجمتها بغتة، حيث دخلوها على حين غفلة من أهلها وملكوها وملكوا القلعة. ومن ضحايا الباطنية القائد التركي مدود الذي تزعم حركة الجهاد ضد الصليبيين، اغتالوا رجال الباطنية في جامع دمشق أثناء تأديته صلاة الجمعة. وكان المستفيد الوحيد من قتل مدود هم الصليبيون، كما قاموا أيضا باغتيال آق سنكر البرسقي صاحب الموصل، وهو الرجل الذي تحمل عبء الجهاد ضد الصليبيين في شمال الشام بعد أن عجز حكامه عن الصمود في وجه الصليبيين. وقد قام جماعة من الباطنية بالوثوب عليه أيضا أثناء تأديته صلاة الجمعة بجامع الموصل. امتد نشاط الباطنية إلى جنوب بلاد الشام بعد استيلاءهم على قلعة بنياس. لم يتورع الباطنية في التحالف مع الصليبيين ضد بقية الزعماء المسلمين، ويطفح تاريخ الباطنية بمثل تلك المحالفات، وقد رحب بها الصليبيون، وذلك لاحتياجهم لأفراد يعرفون أسرار البلاد ومسالكها. وكثيرا ما اتخذ الصليبيون الباطنية خاصة طريق الفيدوية لتنفيذ مخططاتهم. ويضيق بنا المقام عند استعرضنا لكل الأفعال الإجرامية التي قام بها الباطنية ضد المسلمين، إلا أن نهاية الباطنية كانت مع ظهور المغول.
قام المغول بالقضاء على الباطنية أو دولة الإسماعيلية بإيران. ومن الجدير بالذكر أن الفرح والسرور عم معظم أنحاء العالم الإسلامي نتيجة القضاء على طائفة الإسماعيلية بإيران، وهي أول مرة يهلل فيها المسلمون فرحاً لانتصارات المغول. ويعود السر في ذلك إلى تلك الأفعال الإجرامية التي قاموا بها طيلة السنوات التي حكموا فيها أجزاء من إيران. أما فريق الإسماعيلية بالشام فاستمر يمارس نشاطه التخريبي حتى عصر المماليك، إذ ظهر فيهم السلطان الظاهر بيبرس، حيث قضى الظاهر بيبرس على نشاطهم ونفوذهم تماما واستولى على معاقلهم. وبذلك انتهت فرقة من الفرق التي انتسبت إلى الإسلام والإسلام منها بريء، وهي فرقة الباطنية أو السبعية أو الإسماعيلية أو الحشاشين أو الحشيشية. انتهت تلك الفرقة التي ناصبت العداء للمسلمين والصليبيين على حد سواء، ولم يفرقوا حتى بين وثني ومسلم وصليب. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، رزقنا الله وإياكم الإخلاص في القول والعمل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.